افتتحت اليوم ندوة مبادرة ازدهار إفريقيا التي تشارك فيها حوالي 450 شركة ومؤسسة، من بينها 50 شركة أمريكية. افتتاح أشرف عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد. ومن بين أهداف هذا اللقاء تعزيز الشراكات الثنائية وجلب مزيد من الاستثمارات لبلادنا وتنمية تجارتها الخارجية وتوطيد علاقاتها الاقتصادية وتأكيد انفتاحها على الاقتصاد العالمي وفق بلاغ رئاسة الحكومة. أما فيما يتعلق بمسار المشاورات، دعا الشاهد إلى التسريع في تشكيل الحكومة، معتبراً أن سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية غير مرغوب فيه ولا يصب في مصلحة البلاد.